احنا فريق الكسندريا سايكلينج تيم من اسكندريه، يعتبر اول فريق في اسكندريه بيمثل اسكندريه في سباقات الدوري والجمهوريه، وان شاء الله سباقات دوليه قريب. الهدف ان خصوصا اتعمل في سينا طبعا تنشيط للسياحه بعد الاحداث اللي حصلت، الاحداث الاخر اللي حصلت، موضوع الطياره والارهاب، وبنوصل رساله ان سينا امنه. هو كان في هدف شويه تنشيط السياحه شويه. تاني حاجه ان الطرق هنا مختلفه شويه عن القاهره، القاهره تقريبا ما فيش اي مطالع. الاختلاط ده بيوصل لعيبه المنتخبات انها تلعب تونس بره مصر، وبيعلي مستواه، بدا يتحرك. كان عندنا الجيل الذهبي للمنتخب انتهى يعتبر سنه 2000، فضل السايكلينج على قده لحد ما يعني يعتبر اتحرك شويه من بعد رئيس عبد الفتاح السيسي ما ركب عجله، محلات بدات تنتشر، فكره السايكلينج بدات تنتشر عامه. العجل تقريبا في اخر 3 سنين ابتدت تشد حيلها شويه، وباين قوي في اخر سنه. نشكر هيئه تنشيط السياحه هي اللي ساعدتنا ان احنا نعمل التور جميله دي النهارده.